جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. في وجع هيك؟ ايه في، بس مو كتير قوي. ليش عم تكابر على الوجع؟ انت وقعت وقعة كتير قوية، منيح انك اجيت على الرمل، وإلا كانت إصابتك أخطر من هيك. مو معقول، انت عن جد إنسان كتير محظوظ، منيح إصابتك كانت خفيفة، وقعة مثل هي ممكن انها تكسر رجلك. اللي صار عادي كتير دكتور، هاي الشغلات بتصير معنا نحن الصحفيين وقت يكون عنا مهمات. بصراحة تعودنا على هيك وقعات وما عاد تفرق معنا. عمالي اللي بقلك عليه، ما في شغل وما في رياضة كمان لمدة يومين ثلاثة، لازم تاخد استراحة. ليش الاستراحة؟ ما منقدر بلاها؟ أنا رح أحكي مع الشوفير وخليه سوق السيارة ويوصلني على الشغل، وأنا بقعد من ورا دائما، ورح ضل بالمكتب وما رح أتحرك، ما رح أطلع من مكتبي وما رح أتمشى بالممرات، ما رح روح وأجي. الإصابة كانت على كاحل رجلك، بس مبين إنه مخك يلي تصاوب أستاذ. بهالكم يوم يلي جايين ما بيصير تحط رجلك على الأرض أبدا، وإلا ممكن يورموا كتير. وصفت لك هلأ شوية أدوية، رح تتحسن كتير عليهم. طيب دكتور، شكرا كتير إلك. يا هلا، هاد واجبي. شكرا دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. هالدكتور كلامه كتير ضايقني. بدي أعرف أنت كيف صار معك هيك؟ بس عن جد كيف؟ بقصد شو هالسؤال هاد؟ يا حضرة القاضي، هو كان عم يحاول يطلع على البلكونة لحتى وقع وصار معه هيك. بدي أعرف ديلان شو عنده شغل على البلكونة ليطلع عليها؟ طيب خليهن اتنيناتهم هلأ يرتاحوا. اتنيناتهم؟ ايه بقصد ديلان كتير بحاجة للراحة بهالوقت، دبو رح تقعد معه شوي. شوي بس. ايه يلا يلا نروح. ايه بس نحن هلأ لازم نعرف. هلأ امشي تعي. شو كان عم يعمل لحتى وقع؟ ما عم بفهم. اه انا لازم اعرف شو كان عم يعمل هو هني، على شو كان ناوي. بابا هلأ كيف صار ديلان؟